الحقيقة يعني برضو كالعادة كل واحد في النادي الأهلي عارف كويس جدا دوره إيه وبيعمله بمنتهى الاقتدار. امبارح بعد الجولة دي عقد الكابتن محمود الخطيب، يعني طبعا هو رئيس النادي والمشرف العام على قطاع الكرة، عدة اجتماعات تحضيرية لممثلي شركة الكرة لإطلاع الجميع على نظام العمل بقطاع كرة القدم ودور كل إدارة منهم على حدة. ضم ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم حسام غالي عضو مجلس إدارة الشركة، أستاذ عمرو شاهين المدير التنفيذي، خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، التشيكي مايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع، الكابتن عبد المنعم شطة مدير عام الأكاديميات، أستاذ أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، حنان الزيني مدير اللوائح، وكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط. واللي حصل في الاجتماع ان كابتن بيبو شرح للجميع الخطوات اللي خدها النادي لتأسيس الشركة، وكمان شرح لهم كل الأهداف المرجوة منها. شيء كان محترم امبارح. ولو هنتكلم بقى عن كابتن بيبو قطاع الناشئين يا كريم، ويمكن الكلام ده مش هنقول انه مقرر، ولكن هو احقاقا للحق هي القطاع ده يعني في طفره كبيره جدا شهدناها في الفتره الاخيره، وفكره برضو ان بعض اللاعبين يا كريم شاركوا مع الفريق الاول، يعني ده كان برضو في رسائل كبيره. وانت عارف هذا القطاع طبعا خرج نجوم كبيره جدا، يعني بعد كده في الاهلي كان لهم بصمه عظيمه. يعني ف كان اجتماع زي ما حضراتكم بالامس في غايه الاحترام، وحلو جدا كمان ان انت بتتكلم في اهلي مدينه نصر. القاعه دي على فكره قاعه كابتن حسن حمدي، هي اسمها كده يعني صوره كابتن حسن حمدي في الخلف، برضو ده مشهد اكيد حضاري جدا. يعني على كل حال خطوه او خطوه تاسيس شركه الكوره الى جانب الشركات الاخرى زي ما احنا بنتكلم اكيد نقله تانية خالص، بالرغم ان ما فيش كمان لو هنتكلم بقى بصراحه ما فيش وجه مقارنه يا كريم بين الاهلي والفريق او يعني في انجازاته الأرقام الكروية محليا وقاريا. ودايما احنا لما بنتكلم عن النادي الأهلي بهذا الشكل بنقول لحضراتكم ارجعوا يعني للأرقام وللتاريخ، لأن احنا مش بنعظم من نفسنا وما فيش مثلا أساس بنتكلم على عليه، لا احنا بنتكلم عن أسس، بنتكلم عن تواريخ وبنتكلم عن أرقام. كابتن بيبو كمان كان اتكلم ان هو عايز يوصل بالكرة في النادي لما هو أبعد من العالمية، وده طموح مشروع جدا وده طموح محترم جدا، وأعتقد هو ده المنتظر أكيد من جماهير النادي الأهلي. يعني في خطوات محسوبة، في خطوات مدروسة وليها أهدافها كمان. خليني أضيف لحضراتكم كابتن خطيب من البداية عايز ينهض بقطاع كرة القدم، يعني نتكلم بداية من الأكاديميات، الأشبال، حتى الفريق الأول، وده ظاهر جدا يعني للكل بشكل واضح. امبارح كمان أثناء الجلسات العديدة اللي عقدها زي ما كريم كان بيتحدث، هو سمع من مايكل بروكيتش المدير الفني قطاع الناشئين، كان عامل برزنتيشن كاملة عن الفريق، فرق الناشئين كلها ومدرسة الكرة كمان ودورية العمل ما بين بنتكلم إداري وفني، واتكلم أيضا عن البنية التحتية، توفير النادي كل إمكانيات للنهوض بهذا القطاع. ويعني خلينا نرجع نقول كل التوفيق إن شاء الله لكل القطاعات الخاصة بالنادي الأهلي. وبرضو عشان تبقوا حضراتكم معانا كده وعارفين اللي بيجرى بالتفاصيل، امبارح كمان ناقش كابتن محمود الخطيب مع خالد بيبو الجانبين الإداري والمالي، وكمان اتكلم مع كابتن شطة عن نظام العمل في فروع الأكاديميات اللي يعني المختلفة في كل محافظات مصر. كمان أمير توفيق اتكلم عن اللي تم خلال إدارة التعاقدات في الفترة الماضية وما يتم الترتيب ليه في الفترة اللي جاية إن شاء الله. الأستاذة حنان الزيني قدمت معلومات متكاملة عن إدارة اللوائح ودورها في مساندة الملفات القانونية للحفاظ على حقوق النادي، وطبعا دي نقطة في منتهى الأهمية. كمان كان في اجتماع تاني مع لجنة المواهب برئاسة الكابتن فتحي مبروك للاطلاع على آخر المستجدات والتطورات. زي ما بنقول لحضراتكم يعني هي بالفعل، وزي ما انتم يعني أكيد متابعين معانا بشكل يومي، هي منظومة متكاملة كل واحد فيهم بالظبط عارف ايه دوره وبيقوم بيه على اكمل وجه. شيء محترم جدا.